بحثت بغداد وأربيل تنسيق لتشريع القوانين وإكمال الكابينة الحكومية، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن الأخير استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ تشنكي، وأكد تنسيق العمل النيابي المشترك لتشريع القوانين التي تلامس حاجة المواطنين ودعم الحكومة لإكمال الكابينة الوزارية وتنفيذ خطواتها الإصلاحية وتطبيق البرنامج الحكومي لتلبية متطلبات المرحلة وتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد.